السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأذهب غمكم وفرج كل ما تعانون منه في هذا الصباح الثلاثاء 18 من ذي الحجة 1437 الموافق للعشرين من أيلول سبتمبر 2016. الطعام في الغرب مشكلة نفسية تؤرق الكثيرين. عندما كنا نعيش في بلادنا، البسيطة، كنا نأكل حتى نشبع جوعنا وحتى نستمتع في الطعام. كان ما يهمنا هو ألوان الطعام وطعمها ونكهتها. لم يكن عندنا أي ضغط نفسي في تلك الأيام، كم تحتوي من الكربوهيدرات وكم تحتوي من الشحوم وكم تحتوي من اللحوم. المهم الجلسة الظريفة، وكنا نأكل حتى نشبع، يعني وكنا سعداء. الأمر في الغرب اختلف. في الغرب الطعام ستريس، خصوصا عند الغربيين الذين أصبحوا يخافون على صحتهم ويتوخون الحذر فيما يأكلونه. سبحان الله، بقدر تشددهم في اختيار الأطعمة، بقدر ما الترند الجديد هو أننا نزداد وزنا يوما بعد يوم، والبدانة تصبح أكثر شيوعا، والأمراض تزداد أكثر، والناس تزداد هما أكثر لأنها تريد أن تختار الحمية المناسبة. الحمية المناسبة التي أنا لم يكن بحياتي، حتى عندما كنت في سوريا لم أكن بحياتي أفكر في الحمية، كنت آكل ما أحب طبعا باعتدال. وقلتها أكثر من مرة، أفضل حمية هي حمية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، ولا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت لا تشبع. لكن سبحان الله، الإنسان يتأثر بالجو الذي حوله، وخصوصا عندما يكبر في السن ويبدأ يخاف الإصابة بالأمراض. فهذه الأيام أقرأ كتاب أنا اسمه Mindfulness Eating، الأكل مع الحضور وحضور الوعي وحضور النفس خلال الطعام. هذه المايندفولنس الذي نتكلم عنه كثيرا والذي لي به اهتمام كبير، يمكن استخدامه أيضا أثناء الطعام. وبناء على الكتاب الذين كتبوا هذا الكتاب، هم 3 نساء سويديات ويعملون في هذا المجال، وقد كتبوا أكثر من كتاب يتعلق بهذا الموضوع. هم يقولون أنك إن استخدمت المايندفولنس عندما تأكل، فإنك سوف تستمتع أكثر بالطعام، وسوف جسمك يستفيد منه أكثر، وسوف تشبع أسرع، وبالتالي تأكل أقل، وبالتالي تتحسن صحتك. هأضرب لكم مثال على هذا. أذكر أولا ما قاله لي الصديق الحبيب أبو بشر محمد نفيسة منذ أكثر من 25 سنة. قال لي وهو يكلمني، قال متابع معكم الفيديو. إذن قال لي الصديق محمد نفيسة، هذا قبل 25 سنة: إذا أمسكت تفاحة تريد أن تأكلها فلا تمضغها وأنت تفكر في شيء آخر. ابدأ أولا بأن تتلمس غلافها وتلمس تلك النتوءات الصغيرة الموجودة عليها، والملمس الطري وأحيانا الملمس الشمعي. هناك بعض التفاح يفرز نوع من أنواع الشمع، يعني أو طبقة عليه هكذا. ثم شم رائحتها وانظر إلى ألوانها، موجات الألوان الأصفر والذهبي أو الأحمر والأخضر. ثم عندما تمضغها، تعض أول عضة، استمتع بالعضة نفسها،
ثم استمتع وأنت تأكل وتمص العصير الذي فيها، يعني استمتع بكل حواسك، عش حواسك كاملة وأنت تأكلها وتشكر الله. حينها ما فكرت بهذا الأمر كثيرا حتى جئت إلى السويد وبدأت أبحث في المايندفولنس، وكنت في دورة يوم من الأيام فأحضر هذا المدرب، هو طبيب نفسي باحث في المايندفولنس هنا في السويد، أحضر قليلا من الزبيب ثم أعطانا زبيبا، ثم قال لنا امسك الزبيبة هكذا، تلمسها، تلمس الخديد التي بها والشقوق، تلمسها هكذا، انظر إلى ألوانها وانظر خلال يعني لبها، أن الزبيب له ألوان، أسود وأصفر وأخضر حسب النوع وكبير وصغير. ثم قال ضعها أمام أذنك وافركها هكذا واسمع صوتها، قربها من أنفك وشم رائحتها، امضغها الآن ثم تذوق كيف مزاجها وكيف تنزل أسنانك عليها وتمعسها، ثم الطعمات التي تخرج منها. في يوم من الأيام كنت قد دعوت المئات إلى عندي إلى المسجد، وكان عندي زبيب وكنت أحدثهم، فوزعت عليهم زبيبا في المسجد في عش الحب عندنا، ثم قمت بهم معهم بتلك التجربة. قالوا هذا الدكتور أكيد من ضرب براسه، ما مزبوط مخه في شي وشي. المهم الغرض من ذلك، أحد الأخوة قال لي والله منذ ذلك اليوم عندما كنا عندك في المسجد أصبحنا نطبق ذلك أنا وأولادي عندما نتناول طعام الغداء. أنت تضع في طعام الغداء العديد من التوابل والفلفل الأسود، وتضع أحيانا الزنجبيل، وتضع حب الهال، وتضع الكري، وتضع السلطة بالأحمر والأخضر والبصل الأحمر والبصل الأبيض والنعنع وأشياء كثيرة. هذه الألوان وهذه الطعمات لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ لماذا جعلها بألوان مختلفة وجعلها بأطعمة مختلفة؟ أليس من أجل أن تستمتع عينك بها وأنت تأكل؟ أليست من أجل أن تستمتع بطعماتها عندما تأكل؟ إذا أعطي الوقت اللازم للطعام، وامضغ الطعام بشكل جيد، وشم رائحته وتأمل منظره، هذا يدفعك للإشباع الدماغي، مما يؤديك أن تشبع دون أن تأكل كميات كبيرة. بينما إذا أكلت وأنت تفكر في أمر آخر أو أفكارك تذهب مكانا بعيدا، فإنك سوف تأكل كميات كبيرة جدا بسرعة رثما يشعر الدماغ بالشبع، وتكون متضايق ولم تستمتع بشيء، ولم يتم إفراز الخمائر الهضمية بشكل صحيح، وفقدت كل ما هو يعني له علاقة بالوجبة، بس شيء واحد أنك ملأت معدتك. ملأت معدتك، هذا هو الشيء الوحيد الذي فعلته، ولم تستفد شيء آخر. لأن الأكل يا أخوتي أحيانا ليس دائما فقط الإنسان لأنه يجوع يأكل، أحيانا حتى يفرغ شحنة الهم اللي عنده والقلق، أحيانا شغلة اجتماعية، يعني هناك أسباب كثيرة. ولذلك نصيحتي لكم يا إخوتي، عندما تضعون الطعام تأملوه أولا بأعينكم، ثم شموا رائحته بأنفكم، ثم ابدأوا كلوا وامضغوا قليلا قليلا واستمتعوا، واشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليكم، تنالون بذلك عدة نتائج، منها شكر الله سبحانه وتعالى على النعم، ومنها الشعور النفسي بالراحة، ومنها الهضم الجيد والشبع والصحة. أتمنى لكم ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.